كيفكن حبايب قلبي؟ ان شاء الله تضلوا بألف ألف خير. اليوم حابة اخذكم معي مشوار كتير حلو، وبالاول حابة افرجيكم اجواء قبل المغرب ببيتنا الجميل، ببيت ام نتالي وابو علي، ومع اولادهم نتالي وجوليا وعلي، ومعهم اختي علا. يلا تعالوا شوفوا شو عم بعمل. اليوم عم بعمل معكرونة بالبشاميل مثل ما شايفين، وبس اعمل سباجيتي علوشي، لازم حط له صحن يضل رايح جاي عم ياكل منه هيك حاف روح قلبه. وعملت كمان مكروني تشيز، بس تشيز لوحده. واجت جوليا وسألتني ماما شو طابخة اليوم؟ يعني بس باستا. ايه بس يعني مو طيبة؟ معكرونة بالبشاميل انت كتير بتحبيها. يعني طيبة بس يعني كمان لانه بالرمضان بس تساوي كتير اكلات، بس يعني ايه من اول رمضان كنت تسوي كثير مثل تبول لا، وكمان كنت اعمل تبوله سمبوسك. سمبوسك، هلا عم بعمل بس معكرونه بالبشاميل. والشغلة امي هيك اخر رمضان، يلا بدنا نمشيها رح يخلص رمضان. يعني شو انا بحب يعني لما نخلص رمضان مع شغلات طيبين. طيبين طيب يلا لكن شمري عن ايديك تعي تساوي سمبوسك واتركي هالجلياف. تسلموا ايديكي. اوكي توفشيني. مين بده يعمل التبوله ويفرم البقدونس؟ انا. بعدين قررت جوليا تعمل اكلتها اللي كتير بتحبها اسمها دامبلينج. هي بيجيبوها اكله صينيه وبتكون محشيه قريديس، كتير كتير بتحبها، فقلت لها لك تعي انت اعمليها هي المقبلات من اختصاصك، بما انه عم تشتكي انه سفره رمضان باول رمضان كانت كلياتها سمبوسك واكلات طيبه وتبوله وحلويات وهيك شغلات، اما باخر رمضان بس بعمل لهم صينيه معكرونه. قلت لها تعي انت اعملي المقبلات. قال اوكي. هاي بس بتحطها بشويه زيت، بتحط عليها شويه مي وبتغطيهم وبتخليهم لحالهم يتبخروا ويتقلوا سوا. اما علي فهو لازم صحنه ما يكون مع الاكل الباقي مشان يبرد، فبحط له صحنه لحاله مشان يبرد. وبهو قلت له يلا تعا خده معك على السفره. قال اخده لهنيك اقعد على التلفزيون واكله هنيك. قلت له لا حبيبي على الطاوله. وهي بنتي نتالي دائما مهمتها التمر واللبن، بتعبي زبادي اللبن وبتظبطه. وبنتي جوليا هي اختصاص ترتيب السفره كامله، بتحط لنا مثل ما لكم شايفين فوانيس رمضان، وبتحط الصحون بطريقة مرتبة وطريقة حلوة الله يرضى عليهم. وعلي ببلش أكل أول واحد. رح حاول خليكم تعيشوا معنا الأجواء بدون صوتي، بدون مونتاج، تسمعوا صوت الأذان وتسمعوا أولادي كيف عم يحكوا كيف عم يتناقروا بين بعض وكل شيء لبين ما نخلص. بس تجهيزات الصفرة بتعرفوا لازم كل واحد يكله زبدية لبن جنبه مع شوية تمر مشان يكون الأكل جاهز. وهي كمان الدامبلينجز عم تقلي أختي إنه يلا جهز ورح تخفق الشوربة. وبعدين أوه لسه في التمر. وأنا علي تطبيق الجلاية. تاخذي لنا انا بدي اكل. تحلاية بعد المغرب فكانت جوليا ونتالي مجهزين حالهم، نازلين قبل المغرب على السوق هن التنتين متمشين على اساس نازلين بس يمشوا وبيشتروا هالحلويات. ولسه جوليا بتبكي وبتشكي انه امها مو جايبت لها مو عاملت لها حلويات. المهم حابه اخذكم اليوم معي مشوار على التراويح. بناتي إلهم زمان ما راحوا على الجامع، وانا بصراحه لانه ساكنين بقرنه بعيده كثير عن الجوامع، واليوم ناويين نروح نصلي صلاة التراويح. الله يتقبل منا ومنكم. إذا حابين تشوفوا نتالي وجوليا كملوا معي الفيديو للنهاية. يلا شو رايحين على الجامع؟ ريدي؟ وين تبعت الصلاة؟ يلا خبيهم تعي. أنا بكيس. أوكي نتالي يلا ريدي رايحين على الجامع. يلا وانت علوشة بدك تروح مع الرجال ولا مع النسوان؟ آه علي بدك تروح مع الصبيان ولا مع الجيرز على الجامع؟ مع الجيرلز. طيب يلا باخذك معي. يلا نتالي نزلي علي. اخذتي حجابك نتالي؟ يلا اخذتي حجابك؟ يلا امشي على الشامع اول، فرجيني حالك هيك وانت حاطه حجابك، ما احلاك تاخذي العقل. يلا هلا بصوركم انتوا عم تصلوا. يلا نزلنا والدنيا مطر.
يلا الله يبعث الخير. وعلوش ينام بالسيارة وصاروا اخواته يضحكوا عليه بعلوش انه نص نايم. رايحة شامي؟ اه صحصح ماما صحصح. علي ما بدك تصلي؟ اه يا علي اهزين نتالي وجوليا تروع على الصلاة؟ إلا زمان ما رحنا ما؟ شو جوليا شو عم تقولي؟ شكلك مثل الأولد ليدي. أنا شكلي من أنا شكلي مثل الأولد ليدي مثل المرأة الختيارة. أنا حجة ماما أنا أمكم رايحين نصلي التراويح الله يتقبل مني. هلا حجة هلا. والله يا حبايب قلبي لحنا قلنا ما فتنا على الجامع من زمان لأنه ساكنين بمنطقة أوروبية ما فيها كتير جوامع فسافرنا على منطقة تانية للروح نصلي التراويح اليوم. هون أول ما فتنا على ساحة الجامع ما شاء الله بتاخد العقد. هاي نتالي حطيتها مع الصلاة ماما. أنا بخاف. ليه؟ ليكي ما أحلى المنظر. بابا روح بابا. علي بدك تفوت يلا تعال امشي. ما بدك تفوت مع الرجال؟ يلا اطلعوا ماما اطلعوا يلا اطلعوا يلا. مثل ما كنتم شايفين وقت فتنا على الجامع كنا متشتشين بالمي كان كتير مطر برا ومشينا مشي طويلة وبعدين أول ما فتنا شوفوا لي نتالي هي حاطة غطا الصلاة على راسها ما أحلاها ما شاء الله هي وأختي دغري تحجبوا وجوليا قال هي جوا بتتحجب وبشوني ما أحلاها. شلح بوطك ماما هيو شلح علي بوطك بنتي شوفوا شلح بوطك. هاي بنتي جوليا حطت الحجاب وخجلت. المهم هون اول ما بلشنا بدنا نصلي بلش الاستاذ علي ماما بدي انا مي. كان منظر الجامع من جوا بياخد العقل ما احلى لي زمان ما حسيت الاحساس وما شفت هيك جامع ما شاء الله. مثل ما لكم شايفين العالم جوا عم يصلوا التراويح وانا وابني علي واقفين عند كولر المي كل شوي بده يصب مي كل شوي بده يصب مي وصار يصبنا العالم اللي رايحين وجايين كل واحد يقول له معي صب لي حبيبي مي يقول لهم اوكي يحبيهم مي وظلت واقفه انا وياه هيك لحتى خلصوا صلاه. قال هو ما حسن يقعد جوا لانه العالم كلها اطول منه هو عم يضل صغير وعم يكون بين الرجلين ومو حابب القعده. قلت له يلا بكره ان شاء الله بتطول. قلت له اذا بدك تعب صلي انا وياك على القاعد. قال ما بدي. بعدين خلصوا بناتي صلاه واختي وطلعنا سوا كلياتنا لنرجع على البيت. ماما وين جاكيتك علي؟ بابي ليش ما ليش ما لبستو؟ بس رجعنا على البيت اول شغله عملوها نتالي شو ماما بدهم يلعبوا روبلوكس وياكلوا شيبس ونقرشه. قال قبل ما يأذن الفجر مشان